كلان كانوا بيشي سكسر دويني سي مرشح سياسي خالد حسن حاج الديرية او هروها قدوم يكو حقين كي حسبي قوضانية قارضة يوروب ايا لقو قبطي هوتل دير اي مقالة برعو خالد حسن حاج الديرية ويهلي سمر ودي سفر دوسا او سيدو كلا يدونا حلكاي سي حسبي قاسي وضاني ايا وحسيب بلارن اسور دويني بيشا مرشح خالد حسن حاج الديرية قار كمي دو ضياء شردان يرضاها ويكي وحقرتك بيشا سي ايا شيغي اني سور دويني يان تاغير ايا ان مرشح قولها وكيلا مدن خالد حسن حاج الديرية حفلتنا شرف تبغل له ماها وشيدوي كلام ماله وحوي خالد او يا حاسسي او اي نو لوكسو دوينو قايا بدن له ولا سني ماله كالقعل حمبار سنبان كسو دوينو كسو دوالا دلكيني كسو دوالا اهلكيني كسو دوالا قرابتيني وانو يدي كسو دويني وانو يدي كرالي نغني وانو يدي كسو دويني وايدين همبل ييني ادي ياد بانو همبل ييني ناريركا انا كم اغرايا يلوي خالد حسن حاج الديرية او اينو كسو دويني نمرك واريسا قبل كيسي داد كيسي مغالا ديسي وحانو سو دويني نقل له خالد حسن حاج الديرية وحان لنا هاي تفضل حقال كين او اذن شعل او اذن دون اياه او كل ايا اللاب تبا اذن كدون ايا هل كان شوغ او اذن حاضر اين وانا انو جيما ستين باين اللي نحاي كلي هاي همباليو 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 سودوغو هاي سياسة يرضي وطان وانا نكو تاغير سن هاي ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay Khalid Hassan Haaji Diire iyo Marwadi Safar Duus oo sheegay inay u mahadnaqayaan dadka maamuska u sameeyay iyo halkaasii kaga dhawaaqay inay ka baxeen xisbiga wadani dad ku mahadsantiina een soo dhawaynta fiicana la soo dhawayse tan iyo ku soo biiray xisbiga qalbiye tii waxaan u doonayna kursiga reer كل ما أنت ده نلو سيو أحم قاس ده إنا ترتك سياسة ده كذا يقاطو إنا نسوسو تاجو كوس دعا بنانا ده يبشر له هاي يقولها وكيلة ده أنا يقو أو إرك على هنكو جرو أرك على أيها السياسة اللي يسوري دويني يا وحكو صاير أنا قلنا يا إماتي كيجي يو يا حالتي أغلب كل بيت وداك iyo siyaasadda Soomaaliland iyo reerkayga markaan eegay balanqaaska haysto ee wasiir dawladda cusub ee wadani markaan eegay xilkan ku haysto iyo awooddan ku leeyahay xisbiga wadani markaan eegay sayr fikr ay ku keenayso beesheeda markaan eegay beesheeda oo wasiir hadda buuxa ku leh golaha wasiirada Soomaaliland markii aan la tashaday aqooyaha gareerka iyo odayaashayda waxay ila noqotay balanqaad gacanuur ku jirta oo dawladda dhalan doonta ah malaha tan imika ku haysata wasiirka ayaa inaad kula shaqayso abaad ugu taraasusho ayay ku haboon tahay ayaan isiri ee waxaan doonayaa inaan wada guuleysano dhamaantood guuleysano midowno horumar sameyno insha Allah bismillaah kariim khair iyo debasho iyo barwaaqo badan baan noo rajeynayaa maxamed moto aerial tv burco